مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، أسعد الله مساءكم وسائر أوقاتكم بكل خير وبركة. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ظلال الأصيل، ونحن نتكئ على إرث كبير من المحبة التي تجمع بيننا وبينكم في حلقات ظلال الأصيل، ونتفيأ ظلال المحبة. هذه الحلقة أجزم أنها ستكون من أميز الحلقات، لأنها تحوي على فقرتين هي مفاجأة بالنسبة للجميع. لا شك أن الإذاعة دورها البارز في تشكيل الوجدان السوداني منذ تأسيس الإذاعة السودانية، مروراً بكل التجارب الإذاعية الخاصة التي تكونت على مدى السنوات الماضية. ضيفي في المساحة الأولى هو أحد الأعلام الذين ساهموا وقدموا في تجربة الإذاعة، سواء كان الإذاعة السودانية أو تجربة محطات الـ FM، منذ الإذاعات الولائية الأولى حتى آخر محطات الـ FM التي أقيمت. وهو رجل قد ساهم بالكثير من تخريج النشأ الأخير على العمل الإذاعي، ومن مساهماته التوثيقية الفنية الكبيرة. أسعد جدا بأن يكون ضيفي الأول في ظلال الأصيل الإعلامي والمخرج والإداري الكبير الأستاذ عبود سيف الدين، أستاذي في مدرسة الإعلام ومديري سابقا. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبود. مرحبا بك حبيب نزار، مرحب بكل الإخوة الزملاء في قناة الشروق، ونتقدم بالتهاني لهم على العودة مرة أخرى لأسير الفضاءات الرهيبة، وأمنياتنا لهم بالتوفيق، ويحافظوا على المكان اللي وصلت له قناة الشروق في سابق عهدها، ونتوقع أن تحدث طفرات أيضا في قناة الشروق، وهي تعود من جديد لتطل على مشاهدي هذه القناة الحبيبة. مرحبا بك أستاذ عبود. خلينا نبدأ من المدينة في الخاطر، ما ذكرت تجربة أستاذ عبود الإبداعية والإذاعية إلا وذكرت ودمدني مدينة في خاطر أستاذ عبود سيف الدين. والله التحية لكل أهل ودمدني، والتحية لأهل ولايات الجزيرة وأهل الولايات الوسطى بصورة عامة. تجربة عبود سيف الدين في إذاعة ودمدني كانت من التجارب السرة جدا حقيقة. الواحد يمكن يعني قعد في هذه الإذاعة لفترة 25 عام. يعني أنا دائما قاعد أقول والله أنا كانوا بحنسوا فيني عشان أمشي أشتغل في إذاعة ودمدني، وفي النهاية وافقت على أني أنا أمشي شهر واحد وأجي راجع. في بدايات إذاعة ودمدني وهي تستعد للانطلاق يعني، لكن ما وجدوا زول في ودمدني وفي الإقليم الأوسط وفي ولاية الجزيرة لاحقا من محبة ومن ثراء ثقافي وإبداعي في كل المجالات، خلى الواحد يعني الشهر ده يمتد إلى فترة 25 عام، لدرجة أنه أنا أغلب الناس يشتكر أن أنا من مدينة ودمدني، وأنا قاعد أفتخر بيضة والله. جميل أستاذ عبود، نحن بنهديك وبنهدي كل المشاهدين سيد الاسم كلمة دكتور كامل عبد الماجد الحان وأداء الجابري مشاركة الفنان الشاب علي الشيخ. نستمع ونشاهد هذا اللحن ومن ثم نعود. Bye.
انا شوف خد الحرير الدمع جاه يتبلله لكن نبص على بدبي لحظات كيف اتامله وتجفله انزل عتاب هل كنت ناوي اقوله وارجع منهز الدنيا يا ناس تنقسم الدنيا يا ناس تنقسم الفرحة تملاها تزغرت فيها وشوف العيون ببني له داري من مودة ومن منا في العيون ببني له داري من مودة ومن منا أضم في ليل انبساط ومحبة بياض وهنا أضم في ليل انبساط ومحبة عرفت غير ولا هرات ولا سوى أبدا أنا عرفت غير ولا هرات ولا سوى أبدا أنا أضرأت كيف أوصفها هل في عيوني مدونة أضرأت كيف أوصفها هل في عيوني مدونة أمسحت تحنان القماري الراجعة للعشو والجنة أمسحت تحنان القماري الراجعة للعشو والجنة أسمعت لو شفت البروق لحظة تشع ترشع سنة تضوي والليل ينهزم تضوي والليل ينهزم تاني بعد
فرحة تملاها وتزغري فيها وشه يرتسم. أهلا ومرحبا بكم من جديد. مثلما شكلت الإذاعة السودانية الوجدان السوداني، كذلك شكلت الأغنيات السودانية هذا الوجدان تزامنا مع ما تبثه الإذاعة السودانية من أغنيات وألحان. ولعل أحمد الجابري أحد هؤلاء الذين ساهموا في تشكيل الوجدان السوداني عبر عدد من الأغنيات. أرحب مجددا بضيفي داخل الأستوديو الأستاذ الإعلامي عبود سيف الدين. مرحبا بك مجددا أستاذ عبود، ولعله علاقة خاصة تجمعك مع الراحل المقيم أحمد الجابري. مرحبا بك مرة ثانية نزار. حقيقة يمكن العملاق أحمد الجابري واحد من العمالقة اللي مروا على مسيرتنا وإحنا في حوش الإذاعة السودانية. كل هؤلاء العمالقة واحد الحمد لله يعني من ربطتنا بهم علاقات يمكن تجاوزت العلاقة العابرة، يعني أصبحت علاقات امتدت حتى أصبحت علاقات أسرية مع عدد كبير جدا منهم. أحمد جابري واحد من العمالة. خلينا برضو نحيي الأخ الحبيب الصديق أستاذ كامل عبد الماجد صاحب سيد الاسم. وكامل لما كتب سيد الاسم ما الوقت ده ما زال طالبا في جامعة الخرطوم، يعني تخيل دول طالب بيكتب في الوقت ده بيكتب كلام زي سيد الاسم. وانا دائما المفرد ذاتها استاذ عبود كانت غريبه. انا هسه دائما لما الاقيه يعني بقول له والله كامل انا كل ما اسمع انا في العيون ببني له دارين من موده ومن منى، بقول الزول ده يعني كان كيف سابق زمن مش كده؟ سابق زمن وكثير جدا. تحيه لك استاذ كامل والرحمه والمغفره للعملاق الراحل احمد الجابر. وانا ممكن برضو الشاب اللي غنى علي الشيخ انا بحييه.
بالتأكيد زول لو ما واثق من مقدراته ما بيجازف ويغني غنى بتاع أحمد الجابري، لأن أحمد الجابري ده صعب جدا إنك تغني له، يعني من الناس اللي ما بتقدر تتغمص شخصيته. أحمد الجابري تلاحظ في سيد الاسم، في هوج الرياح، في نقلات في اللحن، يعني زول كان سابق عصره بسنين طويلة جدا. الناس دائما بيقول لك أحمد الجابري بيشتغل على السلم السباعي، يعني شوف الزول ده لما كان بيشتغل على السلم السباعي لم يزور جمهورية مصر العربية دي كان في الوقت ذاك، لكن التأثير ده جاءه من وين؟ جاءه من خلال الأفلام المصرية اللي كانت بتعرض في الساحة في الوقت ذاك، وعشق الفن الذي يقدم على النغمات السلم السباعي، فبتلقى التأثير ده في أغلب أغنيات الفنان أحمد الجابري. كان عنده مساهمات الموسيقية في سلم السباعي، عنده يعني، مع أنه هو ما زي ما قلت لك ما درس في الحاجة دي في مصر، لكن كان بالتأثير السماعي. يعني بنلقى أستاذنا الراحل العملاق العاقب محمد حسن من الناس اللي درسوا في مصر وتخصص في المقامات الشرقية بصورة عامة، لكن ما بتحس التأثير الكبير في ألحانه وغنياته زي ما بتحسها في أغنيات العملاق أحمد الجابري. طيب أستاذ عبود، انطلاقا من التجربة اللي قبل شوية علقنا عليها، تجربة أداء الفنان الشاب علي الشيخ لهذه الأغنية، عندك برنامج إذاعي على مدى سنوات طويلة بتقدمه اسمه غنوا لهم، وبتاخذ فيه تجارب الشباب. نعم. وهم بيغنوا لفنانين كبار، ونحن كالعادة في كافة المجالات نتكلم عن تواصل الأجيال ده والقابل. نعم. اللي حصل بين جيل الرواد وجيل الشباب الناشئين في كافة المجالات، فخلينا برضو نتكلم عن التجربة دي، وتجربة مهمة جدا خصوصا في الفن السوداني. يعني هو شوف بالتأكيد برنامج غنوا لهم بالمناسبة في الأصل كان البرنامج اسمه أصل وصورة، لكن أنا بحيي أخونا عاطف حبان قال لي يا أخي لو سمينا غنوا لهم مش أحسن، كان اسم جميل جدا. قصدنا نحن من خلال البرنامج ده يعني الآن في عدد كبير جدا من الشباب الآن الموجودين يعني بيسمعوا الغنى ده من الشباب ديل ويفتكروا الغنى ده حق الشباب ديل. احنا قصدنا نقول للناس يعني احنا بنجيب الغنية مثلا زي هوج الرياح سيد الاسم دي اللي غناها سعد الشيخ دي، بنقول والله الغنية دي في الاصل حق فنان عملاق اسمه احمد الجابري، وكتبها شاعر عملاق اسمه كامل عبد الماجد، والان احنا بنقدمها لكم بصوت واحد من الشباب اسمه علي الشيخ. وقس على ذلك يعني عدد كبير جدا من هؤلاء الشباب نحن بنقدمهم بيغنوا اغنيات حقت عمالقة، لكن بندي العمالقة دي لحقهم. يعني انا بتذكر مرة قاعد احكيها قصة ظريفة، انا مرة معاي في البيت العملاق الراحل علي ابراهيم اللحو، يا سلام ربنا يرحمه، وواحد من بناتي انا الوقت ذاك كنت في الجامعة في خامسة ولا رابعة ما بتذكر، فانا قمت طلبت منه يغني واحدة من اغنياته، واحد من الاغنيات دي كان بيغنيها واحد من الشباب ديال اسمه احمد الصادق. فقلت هو بغني كده، ناديت البيت بعد ما انتهى قلت له الاغنيه دي حقت منو؟ قالت لي الاغنيه دي حقت احمد الصادق. افتكر انها هي الغرام اسرار، اغنيه اسمها الغرام اسرار، كلمات الدكتور الراحل عز الدين هلالي، والحان ايضا الموسيقار الراحل عبد الله كردفان، وغناها علي اللحو. فمن الوقت ده كان قلت يا اخي احنا نعمل الحاجه زي دي كده عشان تعرف عشان الناس يعرفوا انه في غنى ده عنده ناس وعملوه وتعبوا فيه وعملوا له ورش كثيره جدا، وطلع الغنى لسه بيسمعوه بيتناولوه الشباب ديل بسهوله شديده. استاذ عبود، بالعوده الى مدينه ود مدني، الذكرى الحبيبه عليك، من خلال وجودك في ود مدني هل اكتشفت بعض اسرار المكان ارتباطك بود مدني؟ شوف ود مدني دي واحدة من المدن الخطيرة جدا والرهيبة جدا. أول حاجة إنسان ود مدني ده إنسان فريد جدا بالمناسبة، وإذا حباك أنت تأكد تماما أنك أنت حتعيش حياة سهلة جدا في هذه المدينة، وعندهم مفاتيح. يعني أنت إذا عرفت تفتح المفاتيح دي وتخش في قلوب ناس ود مدني ديل، تأكد تاني انت يعني ستعشق هذه المدينة ولن تستطيع ان تغادرها اطلاقا. يعني انا ما قلت لك مشيت شهر على اساس اني اقعد شهر واجي راجع مع بدايات اذاعة ود مدني.
نعمل لهم شعارات للبرامج، نشوف نختار مذيعين من أولاد المدينة اللي إذاعته المدينة، وهي حتبدأ في سنة 86 الكلام ده كان، يعني بعد تحانيس من الأساتذة الأعزاء الراحل أستاذنا الخاتم عبد الله وأخ الحبيب الصديق صلاح طه. أنا وافقت أن أمشي معهم شهر، فلأني أنا يعني دخلت في هذا المجتمع وحبيتهم وهم حبوني ذاتهم الناس ودمدني، قلت لك قعدت فيها 25 سنة ودمدني. يعني أنت لو تمسك مجال الرياضة تلقى عمالقة كبار جدا على مستوى السودان أنجبتهم هذه المدينة، يعني لو قلت لك فاضل سانتو، بابكر سانتو، حموري، أولاد كوري، ناس قل أولاد قل عبد العظيم ومرتضى وأبو زعبل، دي كلهم. وفي مجال الفنون تلقى ودمدنة دي خرجت منه، يعني الآن عمالقة الطرب الموجودين في الساحة السودانية والرحلوا من لدن علي المساح، من علي المساح مرورا بالكاشف الشبلي للكاشف لعوض الجاك لمحمد اللمين لأبو عرك البخيت إلى جيل ناس عمر جعفر عمر جعفر وناس شبارقة والشباب ديل، فود مدني وعصام محمد نور وعلي السقيد وعبد العزيز المبارك، يعني شوف الناس ديل كلهم طلعوا من هذه المدينة. فيعني مدينة تطلع كل هؤلاء العمالقة وهؤلاء الذين أسعدوا هذا الشعب السوداني وغير الشعب السوداني كثير جدا، فتخيل دي مدينة تكون كيف يعني. طيب أستاذ عبود، بناء على كل ما ذكرته، يعني من خلال الأجواء الفنية اللي عايشتها ومن خلال المطربين الكبار، يعني لو أخذنا نموذج مثلا محمد الأمين وأبو عرك البخيت وغيرهم من بقية النماذج، هل بنقدر نقول مدينة ودن هي صاحبة الفضل في عصر الحداثة الموسيقية اللي حصلت في السودان؟ ونقدر نقول هذا الحديث إن ودن عندها أدوار كبيرة جدا في عصر الحداثة اللي صاحبة الغناء السوداني. يكفي أنه فنان إبراهيم الكاشف هو أول من أدخل الأوركسترا على الأغنية السودانية. بعد أن كان الناس بغنوا هو بالريق والشيالين، دي ذات مرحلة جات قبلها كان في مرحلة بتاع الطنابرة و سرور. سرور ده بمناسبة ذاته منطقة ود المجدوب، ود المجدوب دي تبعد من ود مدني 7 كيلو، يعني انت داخل على مدينة ود مدني. ناس الكنترول أستاذ عبود قال لك كده ناس من درمان بيزعلوا. أم درمان برضه طبعا عندها أدوار كبيرة جدا، يعني لعله كاشف ذاته لما جاء وفي ورشته كانت في أم درمان، ورشته في أم درمان قاعد في حي المورد هنا. وأم درمان تقول أم درمان حي العرب، يكفي أن حي العرب منو طلعت حي العرب يعني. أيوة. هم مدينتين أم درمان وود مدني بيتشابهوا في حاجات كثيرة جدا، في طيبة إنسانة، في إبداع إنسانة، في ثقافة إنسانة كده. يعني انا خلاني اقعد في مدني ثم لانه لقيت انا ما نفس غريب البيئة. ما غريب يعني عن بيئه ود مدني، لانه من ام درمان ومدني حاجه واحده يعني. طيب استاذ عبود، هل بتحلم بالعوده لود مدني ولا الحلم ده الزمن يتجاوزه؟ والله هو طبعا بالتاكيد الزمن تجاوز هذا الحلم. انا ما زلت مرتبط بود مدني يعني وجدانيا فقط ولا لا 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 حتى لا على مستوى التواصل؟ لا يعني انا ما بمر شهر ما بمشي مدني، يعني ما بمر شهر انا مشارك في كل المناسبات الخاصه والعامه البيتتين في مدينة ود مدني، سواء كان مناسبة الزواج، أطراح، أفراح، مناسبات برضه رسمية، مناسبات عامة، مناسبات رسمية. زول يعني بيشارك طوال، يعني قلت لك ما بيمر شهر أنا أكون مشيت مدني مرة ولا مرتين يعني، فهذا ارتباط طبعا كبير يعني. جميل، رجع بيك بالتاريخ لورا شوية. إذاعة الإقليم الأوسط أستاذ عبود، نتكلم شوية عن قصته وقصة التحاقك بإذاعة الإقليم الأوسط. إذاعة الإقليم الأوسط في ود مدني هي كانت واحدة ضمن 5 محطات بتاعت إرسال تبرعت بها الحكومة اليابانية في الوقت ذاك للسودان. رأى القائمون على أمر الإذاعة وقتها ووزارة الإعلام إنه يستفيدوا من المحطات الخمسة دي. طبعا الإرسال ما كان فايت أطراف الخرطوم، أطراف يعني إرسال الإذاعة السودانية، حاول يستفيدوا المحطات دي في مدن كبيرة في السودان، منها مدني وكسلة والأبيض ودنقلة وعطبرة. ربطوا في كل محطة في هذه المدن محطة من محطات الإرسال عشان تعمل على تقوية البث الإذاعي القومي. لكن في الوقت ذاك ناس ود مدني رأوا بأنه يستفيدوا. ود مدني كان فيها إدارة بتاع الثقافة وإعلام كبيرة جدا وفيها عمالقة من الأساتذة يعني.
رأوا أنه استفيدوا من المحطة دي، وعندهم استوديوهين إذاعيات كانن في بتتعامل من خلالهم برسائل المديريات زمان. استوديو في مدن استوديو كان في ولاية الآن النيل الأزرق في مدينة الدمازين. فاتصلوا بناس الإذاعة أنه يا أخي نحن دايرين تدونا فريق كده، ودايرين إلى جانب تقوية البرنامج العام نعمل خدمة محلية. فكان وقع الاختيار علينا إحنا مجموعة من الشباب العاملين في الإذاعة السودانية. مشينا فريق براسة الراحل الأستاذ الخاتم عبد الله، وفي الجانب البرامج والأخ صديق صلاح طه في الجانب الهندسي. طيب برضو يعني أستاذ عبود دي فرصة سانحة نقيف عن ذكرى الراحل المقيم الباش مهندس صلاح طه رفيق الدرب لسنوات في إذاعة المدني. أنا أطلع أترحم على روح الأخ الصديق الحبيب صلاح باش مهندس صلاح طه إسماعيل، وحي أولاده وأسرته الكريمة الموجودين الآن في الخرطوم. كان قاعد محمد تعرفه محمد صلاح، وواحد حسن ده موجود في لندن، والباقيين موجودين في المدينة المنورة. أحييهم ونترحم على روح الحبيب صلاح طه. يمكن صلاح طه أننا ربطت بيناتنا صداقة من حوش الإذاعة، ما دار أقول لك من 200 يعني من السبعينات يعني. فحتى الناس كانوا بيفتكروا إحنا أخوان يعني، ما زملاء ولا أصدقاء يعني. فعلاقة كانت قوية جدا، وعلاقة أصبحت بعد ذلك علاقة أسرية يعني. يمكن كنا إحنا متواجدين وصلاح طه مع بعض أكثر من وجوده مع أخوانه ولا مع أولاده يعني. صلاح من الذين يعشقون هذا العمل بصورة مبالغ فيها. أنا إلى الآن لم أجد مثيل لصلاح طه في عشقه للعمل الإذاعي. صلاح طه ده ممكن يقول له ولدك عيان داير يموت يعني، ويكون في حاجة في الإذاعة أي حاجة هندسية حاجة كده تحتاج لوجوده بيضحي بولده، ممكن يقعد في لحد ما يعيد أي عطل حاصل في الإذاعة إلى حالته الطبيعية. صلاح طه من الناس الفريدين جدا يعني، وبعدين زول فنان وعنده يعني برضو ملكة بتاع التقديم وإعداد برامج خطيرة جدا، وعنده شيء جيد في التلفزيون القومي إذاعة وفي التلفزيون عدد كبير جدا من البرامج خارج الاستوديو واستاد الفن وبرامج كثيرة جدا اتعملت في الإذاعة تحديدا، لأنه من عشاق الإذاعة، ولاحقا برضو من قدموا برامج في التلفزيون القومي. وقتها طبعا لم يكن هناك اي تلفزيون غير التلفزيون القومي، قدم عديد من السهرات. صلاح طه ربنا يرحمه له الرحمه والمغفره. استاذ عبود على ذكر الاذاعه السودانيه ام درمان، في ظل وجود الاذاعه السودانيه هل من حوجه للاذاعات الولائيه؟ هو بالتاكيد في 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 تاكيد لوجود اذاعات سواء كان ولائية أو إذاعات خاصة، لأنه لا يمكن الإذاعة القومية لوحدها أن تغطي هذا السودان الواسع مختلف ثقافاته مختلف سحناته. لا بد أن لكل ولاية يكون عندها صوت يعني تقدم من خلاله إرثها الثقافي والاجتماعي والسياسي، لأنها من خلال الإذاعة القومية لن تجد فرصة يعني. زمان كان الفرصة اللي بيجدوها ناس الولاد من خلال برنامج رسائل المديريات، وبعض من الرسائل السياسية الإخبارية اللي للمشارات الإخبارية يعني. وبالتأكيد ده ما ممكن يكون يعني يغطي كل المساحات الموجودة في هذه الولايات. لذلك رأوا الناس إنه لابد أن تكون هنالك إذاعات إقليمية في الوقت ذاك، واتعملت بدايات ذكرت منهم مثلا بعض المدن اللي قبل الخمسة ديل كانت في إذاعة جوبا عندما كان السودان واحد ومتحد وموحد، وإذاعة نيالة. أنا برضو كنت من الناس المحظوظين. دي تجربتين كانت قبل إذاعة دي قبل الإذاعات يعني أنا اشتغلت في إذاعة نيالة قبل ما تجي إذاعة ودمدن، وده كان يعني في وقت من الأوقات أيام الحكم المايوي. رأوا القائمين على أمر الحكم في الوقت ذاك إنه يستفيدوا أيضا من إذاعة نيالة دي، يقدموا من خلالها يردوا على كان في هجمة شديدة جدا
من الحاكم ليبيا في الوقت ذاك عمر الغزافي على الحكومة السودانية، فالرأي أنه ممكن يستفيدوا من المحطة دي ويردوا على. طيب ده سؤال بيقودنا يعني لمحور آخر وتاني، بما أنك تكلمت عن أنه استخدموا الإذاعات الولائية ووظفوها توظيف كويس، بيقودنا لسؤال محور مهم والآن يمكن كل الناس بيتفكر فيه، وده اتهام واضح لنا وليكم كلنا، عن دور الإذاعات المحلية في التعريف بالموروث المحلي ودوره ومساهمته الكبيرة في التثقيف والمعرفة. هو ده واحد من أهم الأدوار التي يجب أن تلعبها هذه الإذاعات الولاية، لكن دائما هي قاعدة شفتها يعني الاتهام صحيح أستاذ عبد. هو في والله في إذاعات الآن بتعمل كده، يعني إحنا في إذاعات المدني دي أيام إذاعة الإقليم الأوسط استطعنا أن نقدم كل الإرث الثقافي والاجتماعي والسياسي والثقافي والفني كله من خلال هذه الإذاعة. عندما كان الإقليم الأوسط 13 محافظة وبنينا إذاعة ود مدني من هؤلاء الناس في 13 محافظة ديل، من خلال أننا كنا نمشي نعمل أيام مفتوحة أو يوم، يعني في كل شهر بنعمل يوم مفتوح كامل من 5 صباحا لحد 12 بالليل نقدم فيه كل الشغل من هذه المحافظة. في الوقت ده كانت محافظات. من خلال ده قدرنا انه نسري مكتبة إذاعة الإقليم الأوسط وقتها بمواد يعني انا اتمنى انه تكون موجودة الى الان، لكن طبعا برضه في مرحلة من المراحل اهل السياسة واهل الحكم يعني دخلوا يدهم كثير جدا في هذه الإذاعات. التدخل ده أفسد دور الإذاعات الولائية؟ بالتأكيد أفسد، وده كان برضو بأسباب أنه هذه الإذاعات المركز تخلى عنها والمركز تخلى عنها بقت تابعة للولايات وتعمل بتعليمات الحكومة الموجودة في الولاية الموجودة، يعني الإذاعة بقت الوالي قام الوالي قعد الوالي نام الوالي صح كده يعني ده أستاذ عبود، يعني هل قدرت تقول إنه الإذاعات المحلية والولائية انحصر دوره في نقل أخبار المسؤولين المحليين والولايات؟ بالتأكيد والله بالتأكيد، وده طبعا سلب منا حياة كثيرة جدا، وحتى مواطن الولاية المعنية أصبح يعني بينفر من هذه الإذاعات لأنها ما مدياه يعني ما لاقي فيها نفسه، ما في مواكبة، ما في بلاقي فيها نفسه ما لاقي مواكبة يعني. وده وبرضه لفهم آخر يعني يمكن أهل الحكم في الولايات ديل ما عندهم علاقة بتشغيل هذه الإذاعات مثلا، يعني إذاعة دي لما كانت تابعة للمركز لو دائرة مسمار المركز بيجيبوا لها، لكن الآن في أي ولاية من الولايات يتعبوا تعب شديد جدا وما يعرفوا يجيبوا لهم المسمار ده ذاته من وين. ده بيقول لنا الحشانة الثلاثة أستاذ عبود، الإذاعة والتلفزيون والمسرح، كيف بتتذكر الثلاثي ده؟ يقول لك دي لأولاد الحشانة الثلاثة. وشوف الوقت ذاك لم يكن هنالك وجود لأي وسيط إعلامي أو ثقافي بصورة كبيرة كده غير الحشانة الثلاثة دي، إذاعة القومية والتلفزيون القومي والمسرح القومي. يعني أي زول لو ما كان يمتلك موهبة تمكنه من الإطلال عبر هذه الوسائط لا يستطيع الدخول يعني والولوج إلى هذه الأجهزة. لذلك ظل المتواجدون في هذه الأجهزة الثلاثة عمالقة ويعني يشكروا ويحمد لهم بأنهم احتضنوا الأجيال اللي جات بعدهم، حتى أيام ما في حاجات مواعين كثيرة خلقوا أجيال، يعني جيل الرواد الجيل البعد والجيل وقدموا البعد. نجوم ونماذج على مستوى الفن يعني الآن منتشرين في أغلب الغنوات العالمية والخارجية، أصوات انطلقت سواء كان من الولاية أو من المركز ومن الحيشان الثلاثة دي، وأصبحوا الآن يعني يعملون على مستوى الدولي والعالمي يعني. أستاذ عبود، في ظل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال 5G وغيرها، هل تراجع دور الإذاعة؟ هو بالتأكيد لن يتراجع دور الإذاعة، يعني الإذاعة دي ما حقت مدن، يعني الإذاعة دي أدوارها ما لإنسان المدينة. يعني تخيل إنسان قاعد في عد الفرسان مثلا وأطراف عد الفرسان داير يسمع الكورة، داير يسمع النشرة بتاعت الأخبار،
داير يسمع البرامج التثقيفية سواء كان صحية أو رياضية وأشكال البرامج الدرامية، فهل ده بيلقاه في 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 تلفونه ده في منطقة لا يوجد فيها أصلاً نت ولا توجد فيها كهرباء عشان يتابع من خلال مثلاً تلفزيون ولا أي وسيط مشاهد آخر؟ بالتالي ما عنده أي طريقة غير الإذاعة دي. لذلك الإذاعة دي أنت في المزرعة بتاعتك بتسمعها، في أنت مع بهايمك في 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 مرعاك بتسمعها، أنت قاعد في صحراء بتسمعها، في أي حتة أنت من خلال الراديو في حجرين بتاعت بطارية وهو ذاته يعني سهل الاقتناء الراديو. وتأقلمت بقت ممكن تتشال في التلفون في العربية هسه الآن مكان. الآن طبعا أخيرا بقى أنت في عربيتك بتسمع الإذاعة، أنت في تلفونك ده بتسمع الإذاعة، لكن ما متاح لك أنك تشوف التلفزيون مثلا أو أي قناة فضائية وأنت في المزرعة ولا أنت في الراعي بتاعك ولا أنت في صحراء. لذلك لن ينتهي دور الإذاعة يعني. طيب ولا تنتهي رسالتي إطلاقا. بصراحة شديدة جدا. كيف بتقيم تجربة إذاعات الإفهم؟ يعني الموضوع ده حوله كثير من الأسئلة والاتهامات. كثير من الاتهامات طبعا. والله يا أخي أنا ما داير أظن كل المحطات تاعت الإف إم الآن الشغالة في المسطرة، هناك عديد جدا من هذه المحطات راشدة جدا وبتقدم في أعمال مفيدة للمتلقي وعندها قاعدة بتاعت استماع كبيرة جدا هذه الإذاعات، وبعضها أيضا يعني يقدم أعمال غير راشدة. دي أصلاً لا يستطيع أحد أن ينكر يعني، لأنه متاح أنك أنت بتسمع وبتقيم يعني وين الراشد وين الغير راشد، ولكن عندهم مبررات طبعاً. يعني العمل الإذاعي ده برضو من الأعمال المكلفة جداً، وأصبح الآن هو سوق بتاع استثمار. كل الذين ولجوا هذا المجال أغلبهم ناس دايرين استثمروا في هذا المجال في ظل كيكة واحدة يعني. الكيكة دي سوق الدعاية والإعلان. أي سوق الدعاية والإعلان هتتقسم، كل ما جات وسيط جديد هيتقسم الكيكة دي اللي هي واحدة. فبالتالي بعضهم بيستسهلوا الأمر، وبتتقدم رسالة قد تكون فطيرة نوعا ما خوفا من الصرف يعني. أصبحت أيضا بعض هذه المحطات متاحة لمجموعات كبيرة جدا من خريجي كليات الإعلام، بيجوا طوال وبيخشوا وبيطلعوا للمتلقي، وهذا أمر غير كريم طبعا. ما مفروض أنت لو زول ده لو ما دربته وتأكدت أنه خلاص عود وقوى ما مفروض تطلعه، لكن أنا ما دام هو ما بيكلفني حاجة أوكي، ليه الساعات بتاعت البث واللي من خلال أنا ممكن أدخل قروش. فهنا من هنا جاءت الآراء الكثيرة جدا الناقدة لهذه الإذاعات والمحطات. في عمل محطات الإفهم هل التخصص يجب أن يكون موجود، بمعنى أن تتخصص المحطة لمحور واحد واتجاه واحد، أم يجب أن تكون مفتوحة للعامة؟ هو شوف ما في حاجة اسمها مفتوحة يعني، أنت مجرد ما تمشي تطلب تصديق وترخيص لمحطة إذاعية لابد أنك تكون كاتب التخصص بتاعك اللي انت. انا اقصد في البث بعد ما تخطينا مرحله التصديق. هو دي مشكله، هي المشكله المشكله انه ما في متابعه من الجهه المرخصه لهذه المحطات في التزام بالنسب اللي من خلاله منحت هذا الترخيص. يعني في اذاعه طبيه يفترض انه تكون نسبه بثها في المجال الطبي 65%، اذاعه اقتصاديه ثقافيه يكون نسبه فكرية. اي اذاعه الترخيص بتاعك انت يفترض بثك يكون 65% في مجال تخصصك، وبيمنحوك مع الباقي اللي هي 35% دي انك تعمل من خلالها اشكال بتاعت برمجه اذاعيه معروفه في النسبه المحدده دي. لكن الان النسبه بتاعت المنوعات والثقافه والرياضه اصبحت تطغى على
نسب الترخيص الممنوح لهذه المحطات. طيب أستاذ عبود، برضو في اتهام واضح جدا من قبل المراقبين، أقول المراقبين ديل معناه ناس سراج الدين مصطفى ديل قاعدين بالمرصاد أيوه الناس الإعلام أيوه، هو إنها تعمل على فكرة الاستضافة المجانية للضيوف، وده اتهام بأنه في نوع من الاستسهال. طبعا ما أنا قلت لك هناك بعض المحطات تستسهل الأمر، تجيب الناس اللي بيجوا ما دارين قروش مثلا، الناس اللي ما بيكلفوها يعني يكون عنده برنامج ثلاث ساعات على الهواء بيتكلموا عن اللمبة، يعني شنو يعني ما بيكلفوا زول، يعني انت ثلاث ساعات بتكلمنا عن اللمبة؟ انا سمعت حاجة زي دي قبل كده في واحدة من المحطات دي، ثلاث ساعات الموضوع الاساسي عن اللمبة الواحدة دي، فهل ده يعقل يعني؟ ليه كده؟ لانه عشان ما حيدفع في قروش الثلاث ساعات دي، شوف لو انت عملت فيها برمجة راجطة هتكلفك قروش كثيرة جدا. إذن الاتهام صحيح تماما. هو ما بننكر حاجة زي دي طبعا. طيب أستاذ عبود، يعني التقيت بعدد من رموز الفن والإبداع في كافة المجالات، والبعض الآخر بتجمعك به علاقة يعني صداقة ومحبة وقربة، ليه ما وثقت لرموز الإبداع دي في كتاب؟ شوف أنا أي عملاق يخطر على بالك أنا عملت معه لقاء. ده لقاء إذاعي أو تلفزيوني؟ لقاءات إذاعية ولقاءات تلفزيونية. والله يا أخي ما نحن يعني ما لاقينا الزمن عشان تعمل الحياة، وأنا الحمد لله كل التسجيلات دي عندي. يعني أنا حسن عطية، أحمد المصطفى، محمد وردي، محمد الأمين، كابلي، صلاح بن البادية، عثمان مصطفى، أي مطرب سوداني يخطر على بالك أنا عملت معاه شغل وموجود عندي. بعدين بعد ما خلاص كده فكرة الكتاب موجودة، يعني الفكرة موجودة الحمد لله. وأيضا هناك شعراء كثر، يعني كل العمالقة في مجال الشعر الغنائي الحمد لله الواحد التقى بهم وعمل معهم لقاءات وحوارات كبيرة جدا. إن شاء الله بعد ما خلاص كده يغلبنا المشي بنقعد نكتب الحياة دي. جميل، إن شاء الله بعد عمر طويل. أنا سعيد جدا بالمساحة دي أستاذ عبد المصطفى، كثر خيرك. أنا والله سعيد بكم برضو والله يا نزار، يعني دردشة ظريفة إن شاء الله تكون. ان شاء الله انا استمتعت جدا والله بالونسه والحديث، كتر خيرك. نورتنا كثير وموفقين كاست البرنامج وكل الاخوه في قناه الشروق، وان شاء الله تكون عودتكم عوده قويه جدا ان شاء الله. دي كانت مساحتنا مع الاداري والاعلامي والموثق في الفنون والثقافه الاستاذ عبود سيف الدين، تجربه كان لابد منه نجيف حولها، وين كان تستحق الكثير من المحاور، لأنه الزمن بالمرصاد. نتواصل في ظلال أصيل محطات مختلفة ومتنوعة. أهلا بالجميع.